السلام عليكم، وكيف الحال؟ نتمنى تكونوا احسن الاحوال. جبت لكم اليوم فيديو على كيفاش نعمر المذكره اليوميه للقسم المشترك الاول والثاني. تبعوا معايا. عندي هنايا هنا لا دات كنعمر، هنا لا دات راه عندكم هنا لاني بريسيدونت، يعني تي ديال القديم ديال السنه اللي فاتت اللي خدمتها. انا كنقرا العربيه والفرنسيه، فانا كندير التاريخ بالعربيه وبالفرنسيه. هنا التيم ما غون دو فامي المدرسه، لو تيم ديال لا سيكونس كناخذو حتى هو متوازي على المانيوال. هنا كان مباشره كنحتاج الاستعمال الزمان والتوازيع الثانويه. اذا هنا خديت هنايا استعمال الزمان، غادي نستخدمه الان. استعمال الزمان كناخذ منه وقت ديال الدخول، عندي هنا 12 45 دقيقه، هنا عمل 45 دقيقه حيت كانوا زادوا لينا ساعه. كنخرج مع 4 4 وربع وكنخرج الاستراحه، وهنا كنخرج مع 625 دقيقه. هنا الكلاس كندير الاول والثاني، هنا الديسيبلين عندي الرياضيات والاستماع وتحدث القراءه، وهنا الكونتينيو ايكور اونسيني. هنا عندي الرياضيات هامي كناخذ المده 55 دقيقه ها هي، وهنا كندوز الكونتوني ايكور اونسيني. هنا كنحتاج التوازيع. هنا انا عندي ماده الرياضيات، كنجي لهنا في التوزيع كنقلب على الرياضيات ها هي. عندي هنا كنت واصل هنا مقارنه وترتيب اعداد من 1 الى 9 ها هي، مقارنه وترتيب اعداد من 1 الى 9 المستوى الاول. هنا عندي التقنيه الاعتياديه للطرح مثل التوزيع ديال الثاني، ها هي التقنيه الاعتياديه للطرح المستوى الثاني. ساليت من الرياضيات كنعمل الرقم ديال الحصه والرقم ديال الجداده. هنا كندوز ماده اخرى ومكون اخر اللي هو الاستماع والتحدث، فهنا كنحتاج حرف الحاء اللي كيعني لي حكايه، والواو الصاد كيعني لي الوعي الصوتي. حكايه عندي في التوزيع ماماس بالنسبه للمستوى الاول، ها هي ماماس. وعندي الوعي الصوتي، انا خصني التلميذ يكون قادر على انه او يتعلم كيف يشكر. وبالنسبه هنا اتحدث عن قصه قراتها، ولا يعني التلميذ خصو يكون قادر مثلا يعبر. هذا هدف كيكون عندك من المكون اللي مثلا عندك الاستماع والتحدث ولا الوعي الصوتي. هنا خصني التلميذ يكون قادر انه يتحدث على شي قصه قراها تو سامبلومون. هنا القراءه عندي 50 دقيقه. هنا عندكم في التوازيع كتلقاو مثلا هنا فقط عندي حرف الصاد، انا اللي كنزيد هنا. الهدف ديالي هو تعرف وتمييز الصوت، يعني التلميذ خصو يتعرف ويميز لي الصوت الصاد سمعا معزولا وفي مواقع مختلفه من الكلمه المستوى الاول، والمحفظة صادقة بالنسبة للمستوى الثاني، رقم الحصة ورقم الجدادة. هنا التربية الإسلامية عندي أحب الله ورسوله، رسوله عفوا، هاي ما خديتش هاي. وطهر قلبي من الكراهية والسخرية. أكتيفيتي أوغال بالنسبة للمستوى الأول عندي هنا غير مستوى أول في استعمال الزمن، دونك باغلي دو مفاهيمي. النشاط العلمي كيف أنظم وأحترم وقت الأكل. الأمازيغية هنا أنت هاد الحصة كتخصصها وكتستخدمها كيف ما بغيتي، ولكن كانت مونسيوني شنو درتي فيها. خصصت الحصة لإنجاز مجموعة من التمارين في الرياضيات والقراءة. الآن دوزو صفحة أخرى، يعني يوم آخر. يوم آخر نفس الشيء، كنعمر لا دات، هانتوما كتشوفو. كنعمر لا دات، تيم ديال ستيكونس بالعربية والفرنسية، عاوتاني ماتيغ رياضيات. كنعرف أن الدرس كيبقى ليا، عندي درس كندير ثلاثة د الحصص يعني في الاسبوع، يعني درسين في الاسبوع. عندي الاكتيفيتي اورال هنا بجوج بيهم، باغلي دو ما فامي بريزونتي لي مومبر دو سا فامي بالنسبه للثاني. هنا عندي بويزي اي كونتين توت ما فامي توت لا فامي بالنسبه للمستوى الاول والمستوى الثاني. تربيه تشكيليه الاريكا، استماع والتحدث يعني كيكون باقي عندي نفس الحكايه والوعي الصوتي فقط كنعاودها. هنا القراءة، هنا تمييز صوتي للصوت الصاد مع الحركات القصيرة. هنا بدلت يعني الحصة، ماشي بحال الحصة الأولى كان عندي خصني نتعرف اليوم يميز لي الصوت معزولا ولا في وسط الكلمة، يعني في أماكن مختلفة. هنا كيف ما وريتكم دابا هاهي مواقع مختلفة من الكلمة هانتوما. وهنا هنا تمييز صوتي لصوت الصاد مع الحركات القصيرة. محفظة صادقة بالنسبة للمستوى الثاني. الكتابة خط ونقل، انت هنا التلميذ خصو رسم الحرف الصاد في أول كلمة وسطها والخر ديال آخر كلمة بشكله المنفصل والمتصل مع الحركات القصيرة. هنا التربية الإسلامية، أساهم في نظافة بيتي. وهنا عندك أمازيغية، تخصص الحصة لدعم مادة القراءة. هنا عندي التربية البدنية. عندي يوم آخر، ها هو هذا الأربعاء. الريدي تكون باقي عندي نفس الدرس، استماع التحدث نفس الحكايه، التربيه الاسلاميه كذلك كيكون باقي عندي نفس الدرس، لكن كان عندي على حسب الحصص اللي عندي فيه. والقراءه هنا التمييز الصوتي لحرف الصاد مع الحركات الطويله
ماشي بحال الحركات القصيره اللي وجدتكم في اليوم الاخر. وهنا المحفظه تنسدقتان بالنسبه للمستوى الثاني، كيبقى نفس الدرس كيكون عندنا على حسب اللي عندنا في التوزيع واش ثلاث اسبوع. هنا الكتابه والنقر رسم حرف صاد مع الحركه الطويله، ماشي بحال رسم حرف صاد مع الحركه القصيره. وهنا اكتب الحروف الدال والذال والضاد والضاء في مكانها المناسب، واتعلم ان افرق بينهم بالنسبه لهذا المستوى الثاني. اكتيفيتي اورال كيبقى هو وليكتور ايدونتيفي اي روبيري لو سون او بالنسبة للمستوى الثاني، راح دخلت ايدونتيفي روبيري لو سون او. والامازيغيه خصصت الحصه لدعم ماده القراءه. هنا يوم اخر ليسونسيال خصكم تعرفوا بان القراءه كتبدل مثلا هنا التحقق النطقي للصاد مع جميع الحركات والتنوين. وهنا في الكتابه كيكون عندك مثلا كتابه هنا كطلب من الكتابه املاء، لكن عندك املاء كتابه الاملاء انت كتكتب كتابه مقاطع وكلمات مملات تتضمن حرف الصاد. هنا كتابه كلمات وجملات مملات تتضمن حروف اللي عندهم فيها مشكل ديك الدال والضاد اللي كيكونوا كيختلفوا التلاميذ كيخربقوا بيناتهم. هنا شنو عندي دونك هنا كتابه والاملاء، هنا يعني في كتابه عندي خطوه النقل والاملاء. وهنا الكتابه تمارين كتابيه يكتب المتعلم بخط يعني جميل وحسن الحروف المقرره مثلا الدال هذا، والحكايه كتكون هي النيت. هنا الكوبي ايديكتي بالنسبه للو فرونسي، طلبوا من الناس يعرفوا كيفاش يعمروا المذكره بالنسبه للفرنسيه. اكتيفيتي اورال هو بريزونتي سو بريزونتي دو سا فامي. كوب ديكتي كندير غو كوبي كوريكتومون لي مو اون اكسيليرون لو ريتم دو كوبي. هنا كونتين كندير بيان دير لا كونتين توت ما فامي. وهنا ها انتم كيف قلت لكم قبيله ليكتور ايدونتيفي اوبيري لو سون او. فوالا ها انتم هكا انت ساليتي لا سيمين ديالك. عندك هنا اكزرسيس اكري كندير كوبي دي مو ديكتي لي سيلاب اي لي مو. وهنا بروجي دو كلاس غادي ندير رياليزي لاربر جينيالوجيك دو سا فامي تو سامبلومون. هنا ساليت الاسبوع ديالي كامل مذكر ديال المستوى الاول والثاني مشترك. وشكرا لكم على حسن المتابعه، نتمنى تكونوا استفدتوا. ما تنساوش تدعموا القناه وتصابوني وتفعلوا الجرس باش يوصل لكم ديما الجديد، وما تنساوش جيم كبيره لاباج. وشكرا لكم.